بدي إياكم اليوم تدوروا عن أسباب المشاكل اللي بتصير معنا في حياتنا وجذورها. بدي إياك تسأل حالك هاي الأسئلة: شو الأسباب اللي خلت تصير هذا الفشل في حياتي؟ شو الصفات السلبية اللي عملت هاي الأسباب؟ شو الجذور النفسية اللي ولدت هاي الصفات السلبية؟ رح تكتشف سلسلة من الأخطاء المتشابكة، فقوم فككها، عالجها، وهيك رح تعرف وين نقطة الضعف، حولها لعنصر قوة، وهيك بصير الفشل أداة لتطوير ذاتك.